انا بصفتي رئيس جمعيه اللي تقدمت بالشكايه بمنطقه عين السبع بالعماله فيما يخص المشكل اللي واقع ما بين البنت اللي مضروبه مع العون السلطه اللي تهجم بالتحرش والابتزاز. هذا عون السلطه هذا اللي كيشتغل بالمنطقه ديال الحي الاداري اقامه البسمه. انا بصفتي كرئيس جمعيه كان شاهد على الموضوع كامل وعارف كاع الملابسات ديالو. هذا عون السلطه هذا اللي عنده صوابق كثيره في شان التحرش الجنسي والابتزاز. هذا الشيء هذا كان خدع عليه واحد عقوبه ما بقاش في العمل ديالو ومن بعد كيرجع العمل ديالو من بعد تبدل القيد وجا قيد عاود رجع هو واحد المده ديال شهرين كيزاول هنا بمنطقه عين السبع اقامه البسمه كعون سلطه تهجم على محلات تجاريه وكيبتزهم بالتحرش الجنسي. هذا السيد بان لي انا راه مريض راه غير عادي ذلك انا تحرش على امراه متزوجه من بعد التجأ واحد شي حاجه كانوا باغينها شي ورقه او شكايه على شي موضوع انه ولا كيتجرأ عليها وكيتحرش عليها وكيخليها تخرج الزنقه وكيتبعها وكيطلب منها الرقم الهاتفي صاحبه الحلقه حتى هي كيتجرأ وكيدخل عليها للصالون من بعد ولا كيتبعها في الزنقه وكيطلب الرقم الهاتفي ديالها لان ابتزها كثير. في الاخر ملي ما وصلش الهدف ديالو لانه ولا كيلوح على اشاعات انه كيقول لها انتي كتروجي المخدرات فهاد الشيء هذا كاينين شكايات كثيره. كنقول لك انا كاين واحد اربعه شكايات ولا خمسه شكايات اللي كاين في ان في حد في منطقه واحده منطقه البسمه غير هي واحد خمسه عمارات او سته موجودين الشكايات راه عند السلطات الامنيه عند الصحف تشوفهم هما موجودين وكتشوفوهم على الصور. هاد الشكايات هادو اللي فيهم اللي الناس كيعترفوا بداك الشيء اللي وقع عليهم معاه راه شي حاجه خطيره. من بعد ذلك التجا واحد المقهى هذيك المقهى اللي هي ديالتي انايا وداك الشيء اللي كنت كنسمعوا عليه لاحظته في القهوه لان وليت انا كندخل القهوه كيخرج هو ما كنكونش انا قالوا لي ما كيحييش في القهوه من الصباح حتى الليل بحال الاساس هو ما كيجيش يعاون. هاد السيد من بعد ذلك ابتزه كثير. انا مشيت للكاميرا اللي بغيت نعرف انا هذاك عون السلطه علاش كيجي للقهوه بزاف. مشيت للكاميرا لاحظت فيه ان خدامه في القهوه السيده السيده خدامه في القهوه كيدخل عليها حتى الحده العمل ديالها فين حدا الكوزينه ديالها وكيطلب منها الرقم الهاتفي وكيمشي عند جوج خدامين كيبتزم تحرش جنسي. من بعد الشكايات من بعد 10 ايام السيد ما باقي في العمل ديالو ولا انا كيجي وكيلتجئ للاماكن اللي حطوا عليه الشكايات وكيمشي عند اصحابها وكيبتزم بها اقوال ان راكم ما صورتوا والو وكيقولها بواحد العباره خايبه. هذه اللي ضرتنا حنا بزاف انفس ديالنا وبقينا كنتسناو في العقوبه ديالو ولا كانت متاخره حنا كنتسناو فيها. من بعد ذلك السيده اللي في القهوه جات تلبس بجانب المقهى وامام الشهود الجميع ديال الاقامه عندنا حنايا وامام بعض الصحف اللي شافوه عن بعد وما عرفش للسيده في ذيك اللحظه اللي بدات خارج. هذا هو الفيديو اللي خلق ضجه على ان هي حملوا المسؤوليه. الفيديو اللي غادي تشوفوه دابا اللي هو واضح وغنزيد نوضحه بانه هو جا بجانب القهوه وكي ابتزها في اللحظه اللي خرجت هي انا مشات بغات تشري كلاص ملي دازت عليه تجرأ وقال لها كلام خطير قال لها ان انت ما صورتي والو بواحد الطريقه خايبه على قبل الشكايات. من بعد بدات جايه طرامات عليه هو تهجم لفظي وثاني حاجه انه هو فيديو صامت ما كيحددش اشنو قال باش السلطات تعتقلها. هاد السيده دابا راه تعتقلت البارح من بعد هذا الفيديو هذا لان كنعتبره ان اعتقال تعسفي. في اللحظه اللي بدات جاي تلاحت عليه ولي انا امام مشاهده الجميع راه ما يمكنش واحد يلحق ويتلاح على شخص بدون سبب. راه ما تلاح عليه حتى راه كاين شي حاجه راه كاينه شي حاجه وهو داز وان السلطات وصلها فيديو وفيديو راه صامت راه ما عرفوش اشنو هي الكلمه اللي قالها اللي خلاها هي تنفعل ودير بحال هذيك اللقطه كيلعب لها على الاعصاب ديالها باش هي دارت هذاك المشكل. من بعد المقدم تخلى على الموتور ديالو لاح الطابع ديالو ومشى اذا هو على نيه وعارف راسو اشنو داير هو راه عارف راسو هرب خلاها هي في حد الحاله يرثى لها هي في لحظه الشجار قاصه شي حاجه الايديه على حاده ما عرفتها واش موس واش حديده ما عرفتش كتجهل ها ودابا بهذا المنبر هذا هاد السيده هذه راه انسانه متوسطه في الحاله الاجتماعيه ديالها وعندها واحد بنيه وانسانه مطلقه ودابا راه كاع الناس تما كيستنكروا هاد الشيء. ومن بعد اللي كنتفاجئوا به بان البارح تاجئونا جا واحد البلطاجيه هاد البلطاجيه اللي هما تابعين الحملات الانتخابيه ومعروفين في المنطقه وهما كلهم لا صلاحيه عندهم في هذه المنطقه جاوا على قبل المقدم مظلوم.